ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. يقول السائل: ماذا تقولون بشخص يدعو من غير علم، وهل في هذا الزمن يجب على كل شخص طلب العلم؟ ما يجوز للإنسان يدعو إلى الله وهو جاهل، لأنه لا يعرف الدعوة وطريق الدعوة، وقد يحلل الحرام أو يحرم الحلال وهو ما يدري، أو يشتد في شيء ليس محلا للشدة، أو يتساهل في شيء ليس محلا للتساهل لجهله، أو يعرض له شبهة وجدال من المدعوين يجادلونه ويعرضون عليه الشبهة فلا يستطيع الجواب عليها، فيتعلم أولا ويتفقه أولا ثم يدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لا بد من العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع يدعو بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا تعلم، لا بد أنه يتعلم حتى يدعو إلى الله عز وجل. نعم.